السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير، ديما مهنيين وديما فرحانين ان شاء الله في حياتكم. الوغ كيما راكم تشوفوا رانا هنايا في ولاية بجاية، جبت لكم فلوج بزاف شباب ان شاء الله يعجبكم. اللي راكم تشوفوه في لا فيديو تاعي، نتمنى ان شاء الله تدعموا لاشين تاعنا، ما تنساوش ديروا لنا لايك وتخلوا لنا بتيت كومونتير. الوغ خليكم مع الفيديو وان شاء الله يعجبكم. نبدأ بالفلوك تاعنا تاع نهار اليوم بتعريف صغير على هاد البلاصة، هادي الشابة اللي رانا فيها. شلال كفريدة، يقع هذا الشلال على مقربة من ولاية سطيف، بالقرب من قرية أيت إدريس في بلدية تاسكريوت، الكائنة في دائرة درجينة الواقعة في ولاية بيجاية. يبعد عن مدينة بيجاية 42 كيلومتر، ويعتبر شلال كفريدة من أطول شلالات الجزائر بسبب ارتفاعه الشاهق الذي يبلغ 50 متر تقريبا. اي فوالا، كيما سمعتوا رانا اليوم في شلالات كفريده الواقعه في ولايه بجايه، يعني بلاصه من اروع الاماكن اللي زرتها، بلاصه بزاف شابه، في بلاصه فامينيال ومنطقه سياحيه بامتياز. يا
فوالا كيما شفتوا رانا لحقنا للشلال، يعني كانت واحد الطبيعه، واحد المناظر، كان يمد يعني واحد البروده، هذاك الماء يعني اللي كان يسيل. نتمنى كاع يتك تزوروا هاد البلاصه هادي، على يعني بالي بلي راكم حين تنبهروا بالمناظر اللي فيها. يعني والحاجه اللي زادت شبهت وزادت بهات الشلال كفريدة هي هاد الاماكن هادو، ما اللي داروها خصيصا للتصاور، بلايص بزاف شابين. بون يعني تقدروا تصوروا بتليفوناتكم ولا بليزاباغي تاعكم، وتقدروا تاني في صوركم هما ويخرجوها لكم سوغ بلاص ويمدها لكم حتى في كادر واجد. هل يمكنك شادي؟ هيا الو بعد ما تكملوا تحطوا قاعد كل تحت هنايا كاين لي ريستورون، بون تحبوا تفطروا تحبوا تشربوا قهوه، كاين لاتاي يعني، بون كاين حتى ثاني فليكاي، كاين المايس. بون سمحوا لي بك راني مريضه شويه، سي بور سا صوتي راهو هكذايا. بون حنا يعني فطرنا عند هذا، فوالا هذا يا اللي راه اونفاس، مي صراحه نصالحكم ما عجبناش الحال، الماكله تاعو ما عجبتناش، ماشي بروبر، وثاني غالي بزاف. وما كاش غير هاد الريستورون هنايا، فوالا كي كملوا بنا اوفون قاعيتك تصيبو تاني واحد اخر، وعندو كلش كيما هاد الريستورون اكزاكت، عندو شوا، عندو قهوة تحبو. بون لي تابل تاني تاعو كيما هدايا، يحطلكم هكداك جوغ دي تابل في الما، فوالا هايلك هنايا بلاصتو وين جاية.
فوالا وشفت يعني في الماكلة تاعهم غية، ولي بخي تاعو ريزونابل، ومهم تاني هو يعرف يهضر مع الغاشي، يعرف يستقبل في لي كليون تاعو، يعني خير من هذاك الفوقاني. بعد ما فطرنا جينا باش نعومو، مي دوماج ما جبناش لي بوكيني تاعنا، الوغ عام غير مماقي، بون ما كناش يعني في نتسناوها هكذا صراحة. فوالا الوغ معليش، المرة الجاية ان شاء الله نديرو حسننا. لحقنا لافا تاع الفلوغ تاعنا تاع نهار اليوم، نقولكم يعطيكم الصحه اللي شفتوا الفيديو تاعي حتى الاخر، ما تنساوش تخلوا لي بتي لايك وتخلوا لي بتي كومونتير. نتلاقاو ان شاء الله في لي فلوغ الجايين، دمتم اوفياء، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تزوروا كاع هذيك البلاصه هاديه، ونتلاقاو ان شاء الله في ساعه الخير. دمتم اوفياء، تبقاو على خير، تهلاو بزاف في روحكم.